بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وننزل أي المولى يخبرنا بهذا التنزيل المبارك اللي هو ختام التنزيلات التي سبقتها. وننزل من القرآن ما هو شفاء، مع العلم أن القرآن محرم على أي إنسان أو جان أو أي مخلوق أن يحرف منه ولو حركة، مش حرف، حركة، نصبة، رفعة، كسرة، سكون، مستعيل. القرآن يمنحك ربي أن تولي عنده قدرة باش تحدث ذلك التغيير البسيط. خطر التغيير البسيط يعني معاش القرآن مرجع مطلق لما شرعه الله سبحانه وتعالى. تسقط السنة معاش نعرف السنة اللي هي سنة صحيحة عاملة. تتفرق الأمة اللي هي أمة إسلامية حقيقة، يعني شيء معناه كبير. لو القرآن يمس، اقتل يا ربي إن نحن نزلنا ذكرى وإنا لو حافظون. إذا مضمون قلوش بيت الصيام، خاطر ما عندكمش صيام، كل بربك بر براتيناش براتيناش، ما كل أنتم تغليوا بكلام باطل يعود عليكم بخيبة أمل في دنياك وخاصة في آخرة. ترون سكرة الموت ما سترون، وتقبرون في ما فيها ضرب المطرق. لما يسألك الملكان منكر ونكير، وجوابك يكون عاد من المذال النموذج اللي انت عشت عليه في الدنيا، وتاكل على مرمتك، وبعد تلقى روحك في حفرة من حفر النار، وبرا يوم القيامة تخرج من قبرك، وكلكم تخرج من قبوركم الأجداد، ويجمعكم الله بقوتي وأمري وسلطاني، وبعد كل واحد منكم يمر على الصراط ويأخذ كتابه، أما من ورائه وبشماله، يعني متاخذة عندكم، ما عندكم إلا الرموز الحرفة، الرموز السلبية. احنا براء منكم، نحن اهل محمد عليه الصلاه والسلام، حفاظ القران والعاملين به، نحن ما لا في غنى عنكم، ولم يدم تسلطكم علينا، وكذبكم ومحاكماتكم الباطله وتعذيبكم ايانا اكل كل لم يبق منه شيء، بل نتج عنه مرضات الرحمن، لان نجحنا في الامتحان وكنتم انتم خائبين. بيد أنكم في بداية الأمر كنتم تظنوا روحكم أنتم المتسلطين، أنتم الأسياد، أنتم الغالبين، وهل مجد. نسأل الله أن يهدي البعض منكم، ويزيدنا إحنا رسوخا في علم القرآن وعلم التوحيد وعلم كلام سيد الأنام عليه الصلاة والسلام الذي أي صحيح، وعلم الحديث القدسية وما أدراك من الحديث القدسية، والسلام على أهل السلام.